حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. وسأكون معكم كالعادة أنا محدثكم فارس عوض. مباراة تأتينا ضمن منافسات بطولة كأس العالم والدور ربع النهائي. بوليفيا في مواجهة البرازيل. أجواء كبيرة هنا قبل لحظات من انطلاقة مباراة ربع النهائي في بطولة كأس العالم. الكل يحبس أنفاسه. لا مجال للخطأ في مثل هذه المباريات. من يريد مناطحة الكبار عليه أن يقدم أداء كبيرا في الملعب. حماس كبير في أرضية الملعب والمباراة تنطلق رسميا مع ضربة البداية. سواريز تمريرة مرة أخرى إلى الزميل يهرب بالكرة مر فيها انطلق فيها راح انقضاض مثالي الله على القفاز. إيميرسون رويال نيمار اللاعب الذي يعتبر الأفضل حاليا بالنسبة للبرازيليين وأمل البرازيليين في العودة مرة أخرى إلى المكانة والبطولات. اللاعب الذي يراه الكثيرون بأنه بيعدي فيها بمر بيعدي رأسية راحت بعيد حاول يلعبها تحت الضغط لكن واضح تأثير المدافعين. شوف اللقطة افتقدت للتركيز. كاسيميرو أرتور ميلو قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس. بدون أي تركيز شوف لعب التمريرة إلى خارج الملعب. أرتور ميلو جابريل خيسوس يعود إلى الخلف بحثا عن الكرة. هدوء في بناء الهجمة ما في استعجال بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. بينية مثالية خلف المدافعين عدت وكرة خطيرة تألق غير عادي من أليسون في التصدي لفرصة هدف محقق. ركنية تنفذ في منتصف 18 ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. خارج الملعب ضربة مرمى. رودريغو إيميرسون رويال تصل إلى كاسيميرو الكرة بتروح أرتور ميلو فابينيو يتناقلون الكرات بخفة بسرعة بدون أي مشاكل. رودريغو أوهو على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول غيرت الكرة اتجاه. فرصة خطيرة الآن أوهو فرصة خطيرة جدا لكن أليسون موجود هنا في المرمى يتألق هنا في المرمى يتصدى. كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب والآن تتحول إلى ضربة مرمى. جابريل جيسوس رمي التماس لمصلحة البرازيل ملعوبة إلى جيسوس يدخل إلى عمق الملعب. كرة تخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست المدافع. ركنية باتجاه المنطقة. يا الله على هذه الفرصة لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية كان قريب من حارس المرمى لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حلب. هذه هي فرصة هدف. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. رينالدو ملعوبة إلى جيسوس
نيمار في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. حارس تمكن من ابعاد هذه الكرة بسهولة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. لعبت 45 دقيقة أولى في ربع النهائي. الشوط الثاني ينطلق مع المنتخب البرازيلي. كاسيميرو ملعوبة إلى جيسوس. أرتور ميلو. نيمار. كرة تصل لجابرييل جيسوس. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. وبضيع الكرة. جابرييل جيسوس. نيمار. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. رمية تماس لمصلحة المنتخب البرازيلي. مدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. ماركينيوس. إيميرسون رويال. ملعوبة إلى كاسيميرو. حلوة البينية العالية. النتيجة متعادلة واللعب بهدوء من أجل تسجيل التقدم الآن. يا رب تصدي خيالي. الله على التدخل المثالي. شوف كيف خلص الكرة. أعتقد هي مسألة وقت لكي يسجلوا هدف التقدم. يحاولون بقوة هذه اللحظات وحارس المرمى يمنع فرصة هدف محقق. فابينيو. كاسيميرو. الكرة مع فابينيو. مقطوع الكرة من فابينيو. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. كرة تصل إلى البرازيل. روبرتو فيرمينو. رودريغو. في منطقة جزاء يستعيد الكرة. ضاعت الكرة. تسديدة في متناول الحارس. المشكلة واضحة مشاهدينا من خلال هذه الأرقام. الفريق لا يصنع فرص بشكل كافي. عليه إيجاد نسق أسرع وأن يحاول أكثر على المرمى. المجهود المبذول في الملعب لا يرضي هذه الجماهير بل يتركها محبطة، لأنها كانت تتوقع بأن تحقق فريقها الفوز في هذه المباراة. بيخلصها في هذه اللقطة. فيليبي. رينال لودي. ضغط ينفذ بشكل مثالي على الخصم، يجعل غير قادر على التصرف في الكرة بشكل مطلوب. أي رؤية، أي دقة. حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية، يتفوق على المهاجم. روبرتو فيرمينو. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. كرة بالخطأ. خمس دقائق كل ما يفصلنا عن الوقت لاصل نهاية هذه المباراة، والتعادل المستمر في النتيجة. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص. ينطلق بالكرة الخطيرة. هذه كيف ضاعت؟ هذه كيف راحت؟ تراتب حارس المرمى واحد على واحد. فرصة افتتاح النتيجة في وقت قاتل. الكرة بتضيع. مستحيلة هذه الكرة. كاسيميرو. أنا مع أرتور. نيمار. فيرمينو يتراجع الآن إلى وسط ملعبه للحصول على الكرة. الحكم يعلن خطأ في لحظة حاسمة في هذا اللقاء. لحظة ينتظرها نيمار
ضربة حرة في مكان خطير لتسجيل هدف الفوز في وقت قاتل. كرة ضبط تستهدف يد حارس المرمى. ينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل. سنضطر إلى أوقات حكاية مستمرة هنا بين الفريقين مع بداية الشوط الأول من الوقت الإضافي. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. مستحيل، ما هذا السيناريو؟ أي دراما هنا؟ تعادل سلبي طوال المباراة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى. هدف قد يحسم الأمور، قد ينهي المباراة. ينطلق بالكرة نحو المرمى، مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. ضاعت الفرصة على الفريق، قرر انه يسدد وكانت الكرة بعيدة، كان ممكن يركز فيها او يعتمد على بناء الهجمة المنظمة. بيخسر الكرة. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك ايضا في مباراة اليوم. وحاول لمصلحة منتخب البرازيل. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الان. مستحيلة يا نيمار، ضاعت كرة التعادل في هذه اللقطة. سواريز. كرة خطيرة، كرة فيها خطورة. يا الله، على الطاير حطها، على الطاير سجلها. هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. لا مشاهدينا، ينتهي الربع الساعة الأول. التعب واضح على اللاعبين مع انطلاقة الشوط الثاني من الوقت الإضافي. تدخل واحتكاك في اللقطة الماضية، في النهاية الكرة إلى رمية تماس. رينال لودي. نيمار. رافينيا. كرة عالية على المرمى بكثير. يخسر الاستحواذ. وبتضيع الكرة. لمسة أولى وكنترول خاطئ للكرة. روبرتو فيرمينو. ممتاز إيقاف التسديدة. فيرمينو. أوه. الكرة في المرمى. مهارة خيالية. نهاية خرافية. حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. نشوف الإعادة مشاهدينا، ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. متبقي دقيقتين من عمر هذه المباراة في وقت إضافي. كم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. عرضية في منتصف الثمنتاش، تحولت للفريق الخصم. تأتي الآن فترة نهاية المباراة لتعني نهاية المواجهة وحسم الأمور رسميا والتأهل للدور المقبل من البطولة. تأهل لم يكن في الحسبان، لا أحد كان يتوقع بأنهم. بينية 100 ثانية خلف المدافع.